ماذا مع الأهلي هناك؟ دوافع الأهلي الكتيرة للفوز. نشوف الزميل كريم موفد قناة الأهلي إلى الجزائر يتحدث مع الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الأهلي. كل التحية ليك يا باشمهندس عادل القيعي، استاذ ابراهيم المنيسي، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. اجواء هنا فيها تركيز شديد في سطيف بالجزائر قبل مباراه الاهلي وفاق سطيف. مباراه الاياب ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي حاله من التركيز الشديده جدا فريضه للجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون، ايضا كمان مع الوزير العام فاروق رئيس البعثه كافه الترتيبات الخاصه بفريق النادي الاهلي، يمكن على قدم وساق عادل طبعا مع الوزير لما يكون متواجد كرئيس بعثه في المباريات، يمكن كان في تونس في البعثه الامور كانت ماشيه بشكل رائع، وايضا كمان الجزائر هنا يمكن فيها الامور بتبقى محتاجه ترتيب كبير جدا هنا مع الجانب الاداري والسفاره والامور الخاصه دي. الحمد لله الامور ماشيه بشكل مميز ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. يسعدني بنضم لي كمان في هذه اللحظات مع الوزير العام فاروق رئيس البعثه ونائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. عمري بيه طبعا في البدايه برحب بيك، موفقين ان شاء الله. بالنسبه للمباراه الاول عايز اقول يمكن سعد سمير ابدا معاك بيه، يمكن فريده سعد سمير واحد من اللاعبين المميزين على خلق رفيع جدا، حابب تقول له ايه في البدايه؟ حابب اقول له مبروك وربنا يبارك لك في بنوتك الجديده ويسعدك بيها وتشوفها احسن واحده، ودايما رجاله النادي الاهلي بتتحمل المسؤوليه، يمكن هي اول طفله بالنسبه له، ورغم ده كله الحقيقه يمكن هو كان من اول المنضمين لبعثه النادي الاهلي، ورغم ان الظروف انه كان يعلم ان زوجته يعني ربنا هيرزقها ببنوته، رغم ده كله جه ودي رجاله النادي الاهلي في التوقيت. فبقول له الف الف مبروك واسعدتنا ومبسوطين ان انت مبسوط. عايز اروح معاك بقى للمباراه، الاجواء هنا يمكن ماشيه زي ما بنقول بشكل مميز، في تنظيم وفي ترتيب، همنا الاول والاخير ان اللعيبه تركز في المستطيل الاخطر فقط لا غير، وده اللي بيتم عامري بيه. عايز اتكلم على الوصول البعثه الرحله، حطينا في الاجواء وكيف ترى الوصول ولاعيبه النادي الاهلي ومدى حاله التركيز الشديده اللي احنا شايفينها في معسكر فريق النادي الاهلي. يمكن الحقيقه بوضوح الحقيقه البعثه بمجرد ما وصلت الحقيقه كان في ترتيب كامل لعمليه التنظيم، الاستقبال كان طيب الحقيقه من الجانب الجزائري عشان تبقى الامور برضو واضحه، بنشكرهم جدا الحقيقه على الاستقبال المميز. التامين بتاع البعثه الحقيقه كان على قدر كبير جدا من الاهتمام، يمكن احنا النهارده بنتكلم واحنا لسه راجعين من التمرين الرئيسيه بتاعتنا، الامن الحقيقه ملازم بشكل قوي جدا للفندق للبعثه سواء بتتحرك يمين شمال، يمكن برضو مانعين اي نوع حوالين الفندق، اي سيارات اي كلاكسات اي كلام ده كله، وده الحقيقه بامانه يعني شكر وشكر كبير جدا للجانب الجزائري، وده الطبيعي اللي المفروض يتم ما بين دوله الجزائر وما بين مصر، دولتين مهمين جدا ودولتين عربيتين. كمان هم بيردوا الاستقبال بتاع النادي الاهلي اللي كان على مستوى كبير جدا وقدر كبير جدا من التقدير، وهم نفسهم اشادوا الحقيقه، يمكن احنا لما بنشكرهم بيقولوا لنا انتوا استقبلتونا افضل استقبال، وبالتالي احنا بنرد بنفس الطريقه. فانت عارف طبعا دايما النادي الاهلي الحقيقه الحمد لله في الحته دي مميز جدا، فنعمه من عند ربنا. التنسيق كان كويس، الترتيب كويس، حاله الانضباط الحمد لله احنا مركزين عاملين حاله هدوء استقرار في البعثه، وده الطبيعي برضو بتاع النادي الاهلي. يمكن تلاقي ان انا الحمد لله بنزل اول واحد، ويمكن بقف حتى لحد اللعيبه ما تنزل من الاتوبيس وتخش الاوتيل، وده افضل واقف عايز انقل لهم صوره حاله الانضباط اللي احنا المفروض نبقى موجودين فيها. انا موجود هنا في خدمتهم، مش موجود كنائب رئيس نادي بس، موجود عشان اخدمهم، موجود عشان راحتهم، موجود عشان هم يركزوا، موجود عشان ازيل اي مشكله او اي حاجه من غير ما نسبب اي نوع من انواع القلق للبعثه. الشكل العام طيب، ربنا يكرم ان شاء الله ويوفقنا باذن الله باقي دورنا ان شاء الله في المستطيل الاخضر، وتوفيق ربنا وده ان شاء الله الاساس. يمكن الجو بس ساقعه شويه وبرد، وكان برده مفاجئ ما كناش متوقعين الساقعه العنيفه دي الحقيقه بالشكل دوت، يمكن البرد جامد، وشايف يمكن شويه سحب كده مش عارفين بقى هل هيبقى في فرصه بكره الامطار ولا لا، انا اتمنى لا، انما في جميع الحالات هو ده الكوره وطبيعي بيحصل دوت، وطبيعي البرد احسن من الرطوبه العاليه والحاجات دي يعني متعودين عليها، فان شاء الله باذن الله يكون بكره خير كده لجماهير النادي الاهلي. نرجو بس الدعاء لينا بالتوفيق، لانه تظل في الاخر هي مباراه كره قدم، عندنا فرصه طيبه، حابين نستعيد بطوله افريقيا ان شاء الله بمشيئه الله باذن الله. يمكن كان في لقاء مع الكابتن حسام عاشور، يمكن قعدت معاه
بشكل شخصي ككابتن فريق، ونقلت له صورة الاهتمام النادي الأهلي والدور اللي مطلوب منه الحقيقة، وانه ازاي ينقله لعيبته بشكل ده، ان احنا في مأمورية بمفهوم مأمورية لاستعادة بطولة افريقيا واستعادة كاس افريقيا، ومأمورية لاسعاد جماهير النادي الأهلي الكبيرة اللي دايما واقفة ورانا الحقيقة. وهو الحقيقة على قدر كبير جدا من المسؤولية كابتن حسام، الحقيقة راجل دايما الحقيقة مجتهد لصالح النادي الأهلي، وهو المفروض هيبقى في لقاء مع اللعيبة النهاردة كمان بعد المحاضرة في أوضته، هيجمعهم وكلهم يعني يشد من أزرنا كلنا ومن أزر اللعيبة. فالحمد لله يعني بشكل عام الدنيا شايفها منظمة، وإن شاء الله يكون التوفيق بكرة حلفنا بإذن الله. كنت موجود في الملعب اليومين للتدريبتين، بتشوف الملعب إزاي؟ النجيل الصناعي كمان الجمهور عايزين نتكلم عليه، جمهورهم يمكن شرس في التشجيع شوية، جمهور الجزائر منتمي بشكل كبير جدا نادي وفاق الصيف، إحنا لعبنا في أجواء أكتر من كده، لكن ده يمكن دافع شوية عندهم. شفت إيه في الملعب عامل بيه وإيه اللي لمسته؟ بتشوف كمان النجيل الصناعي إزاي في أرض ملعب نادي وفاق الصيف؟ احنا دربنا على كل حاجة، دربنا على كل المواقف شايفها، حتى على ضربات الجزاء احتياطي لأي حاجة، وده طبيعي في كرة القدم. شايف ان الحمد لله احنا متدربين على الشكل الهجومي ان شاء الله، شايف الروح المعنوية عالية بتاعت الفريق، اللي شايف الحمد لله نعمة من عند ربنا، الجهاز الفني محتوي اللعيبة بشكل طيب. يبقى زي ما انا بقول كده التوفيق في المباراة، وان شاء الله بإذن الله رب العالمين. يمكن انت كنت عمال بتقول نتكلم، انا كنت بحاول اجتهد ان انا ما بتكلمش الا بعد المباراة، انما يمكن عشان قناة النادي الاهلي وتو سبورت قناة النادي الاهلي، وان جماهير النادي الاهلي عايزة تطمن على البعثة، فيمكن عشان كده بنتكلم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون في خير بكره باذن الله رب العالمين للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. عليك يا معالي الوزير، لكن عايز اخد منك رساله لكل لعيبتنا على قدر المسؤوليه، ان شاء الله يسعدونا ويسعدوا جمهور النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره جدا فيهم في الجهاز الفني. معالي الوزير عمرو تقول ايه نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لكل لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه؟ يمكن قلتها في وسط كلامي، احنا عندنا مأموريه، احنا جايين في مأمورية إسعاد جماهير النادي الاهلي التزام كامل، مأمورية ان احنا زي ما قلت نستعيد بطوله افريقيا بشكل جدا. عندنا يمكن حاجات لسه مخلصينها، يمكن تعاقدات مميزه جدا في النادي الاهلي بتؤكد على ان النادي الاهلي قيمه كبيره جدا، مطلوب نكمل على دوت، لانه تظل هي كره القدم هي الابتسامه الاولى والاخيره دايما لجماهير النادي الاهلي. فمباراه بكره مباراه بالنسبه لنا مهمه جدا، وصل لهم هم الرساله دي ومتكلمين في الكلام ده، ان بكره بالنسبه لنا نقطه مميزه، نقطه مهمه، نقطه التركيز فيها مطلوب، عدم إضاعة الفرص مطلوب، ان احنا كلنا نبقى مستوعبين ان وارد ان واحد زميلنا يغلط يبقى بنغطيه، ما فيش حد بيبقى بيلعب لنفسه، كل الحالة الجماعية اللي احنا متفقين عليها دايما اللي فيها التيم وورك النادي الاهلي دايما بيبقى عليها، ده اللي مطلوب. وان شاء الله كده باذن الله رب العالمين يكون الخير ان شاء الله بكره ان شاء الله. بس الله يخليك، ميرسي ذوقك، ميرسي على تعبك يعني. الله يخليك، شكرا كريم، ربنا.